راني مرات شركة ريلاتيفمون صغيرة لأن تولدت في أكتوبر 85 دونك 29 سنة، لكن في الفترة هذه القصيرة عرفت نمو كبير. لو كان واحد أنا بديت في 2006 ونجم نقول اللي خاصة في 8 سنين الأخرانية صار تطور كبير، معناتها في عدد الوجهات، في عدد الركاب، في تطور الفلوت. ان شاء الله نجيو بلوس اون ديتاي اون كور دو لانترفيو. في 29 سنه 26 سنه ريسيت اكزاكتومون، لانه معناتها بصفه مسترسله طيران الامارات حقق معناتها ارباح في السنوات الكل، واخرها معناتها الارقام اللي خرجناها في منتصف شهر ماي اللي فيها ارباح معناتها عجزت على تحقيقها معظم شركات العالميه. هل الميوسيت هذه كلها في 26 سنة راجعة لشنو؟ اسكو التكنولوجيا، اسكو الرصيد البشري، اسكو الدولة دبي اون جينيرال، والا الشيخ احمد سعيد المكتوم؟ حد ما ينكر الدور معناتها الريادي والقيادي بتاع الإدارة العامة على رأسها الرئيس السيد أحمد الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، لكن معناتها كي ندخلوا بلوز اون ديتاي نلقاو خدمه تاع ناس خمت وخطت ونفذت. اليوم موارد بشريه تقريبا اكثر من 60,000 شخص يشتغل في طيران الامارات في العالم الكل. طيارات من احدث ما يكون، من احدث الطراز موجود في الخدمة. على سبيل الذكر نحصر الطائرة العملاقة ذو الطابقين، طائرة الإيرباص 380 اللي هي عندها توا بالضبط 6 سنين تشتغل وهزت ملايين العباد في أنحاء العالم الكل. علاوة على ذلك مرة أخرى نأكد على الكومبيتونس نتاع العباد اللي تشتغل في طيران الإمارات، واللي هي حاجه معناتها تفتخر بها اليوم طيران الامارات. ومعناتها اكثر حاجه نجم نقولوها مع الاداره العامه، الانفستيسمون اكبر انفستيسمون هو فيما يخص العباد، الناس اللي تخدم، تشجيع على معناتها هاي ريكروتمون تاع اكثر عباد كومبيتون، الفورماسيون tout au long de la carrière. معناتها ما فماش، معناتها نجم نقول لك الناس اللي تخدم كل ما يتعداش عام ما يعملش او موان اون فورماسيون لو كان مش اكثر. سي وليد شنو اللي تغير من اول فواياج 25 اكتوبر 1985 كراتشي لتو؟ قبل استعملنا طائرات معناتها كانوا مكريين، طائرات يوزموا قدم ما كانوش بتاع طيران الامارات. أول طيارة كريناها من عند باكستان انترناشونال ايرلاينز. اليوم معناتها انفستيسمون كبير في الطيارات، أحدث الطيارات أكثرهم سلامة. اليوم مثلا نقول لك اللي فما عندنا 225 طيارة في الخدمة و 297 سور كوموند. يعني الشيء اللي مطلوب اليوم اللي اون كوموند اكثر من اللي موجود، ونستقبلوا تقريب 2-3 طيارات جدد كل شهر. لهذا يخلي انه الشركه معناتها الدوبل دو تاي كل طول 3-4 كل 3-4 سنين الشركه تكون الدوبل نتاع الشيء اللي كانت عليه 3 ولا 4 سنين التالي. نذكر كي دخلت عام 2006 كنا اقل من 100 وجهه. تونس كانت تقريبا نمر 99 100 حاسيلو في لي زونفيرون هذيك. اليوم صرنا اكثر من 130 وجهه في العالم ومازال. اليوم مازلنا كي حلينا ابوجا العاصمه الفيدراليه نتاع نيجيريا،
نزلنا كي حلينا شيكاغو في امريكا، ونحل ان شاء الله اوسلو في النرويج، نحل عاصمه بلجيكا بروكسل. بخلاف معناتها ممكن فما وجهات اخرى تنضاف اونكور دو لاني. الحديث على الوجهات، المنظومه 140 وجهه وسته قارات، انهي الاكثر فرونتابيليتي وانهي اكثر في الديستيناسيون؟ اكثر وجهه نمشيو لها في النهار هي لندن كلندن كامله، لانه فما نمشيو لزوز مطارات في لندن، نمشيو لندن هيثرو ونمشيو لندن جيتويك. لندن هيثرو نمشيو 5 مرات في النهار، ولندن جيتويك نمشيو 3 مرات في النهار، دونك في المجموع يكون 8. لكن بالنسبه للمطار، اكثر مطار نمشيو له هو مطار الدوحه 6 مرات في النهار. بالنسبه لاكثر وجهه رابحه، معلومه حتى انا ما نعرفهاش بوغ دير قداش كي سي كونفيدونسييل معناتها سو جون دانفورماسيون، دونك مالوروزمون ما نجمش نعطيك المعلومه هذه. لكن اللي نجم نقول انه مجمل الشركه هي رابحه، دونك الوجهات حتى لو كان فما وجهات تخسر ووجهات تربح، الهدف نتاع الشركة هو أنها تشغل خطوط مربحة وتعطي من شيرة أخرى سبور للإيكونومي نتاع البلاد اللي تمشينا. بالحديث عن الوجهات، تونس عندها وجهة مش واحدة، عندها ديستنيشن مرة واحدة. أي نعم. وسمعنا اللي فيها بريفيزيون تاع يوم دوزيام. وقتاش هذايا فماشي أكثر من يوم دوزيام؟ اليوم سي فري نمشيو مرة في الأسبوع ما بين الخط اللي ما بين تونس ودبي. كتوجه عام في طيران الامارات كيفاش؟ صحيح نفتحوا وجهات جديده، لكن من ناحيه اخرى اون رانفورس لي ليني ديجا اكزيستونت. اش معناها؟ معناتها نبداو تدريجيا نكبروا معناتها على المارشي هذاك تدريجيا. بمعنى نبداو برحله اسبوعيه، بعد نكبروا في الطياره حتى لين نكبروا، ما عادش نكبروا بطياره واحده، وبعد نتعداو الخط الثاني الطياره معناتها النهار الثاني وحال النهار الثالث. مثلا كي نشوف انا نعطي بعض الامثله في العالم اللي عملنا التدرج هذايا، نشوف مثلا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بدينا رحله لجوهانسبورغ، ثم رحلتين، ثم فتحنا خط واحد اخر في كابتان، وفتحنا خط واحد اخر في دوربان، وبعد ولينا 3 ايام في الاسبوع في النهار لجوهانسبورغ، وان فيان دانونسي ان 4 فول على جوهانسبورغ في اخر اكتوبر. كيف مثلا بانكوك 4 5 6، هونغ كونغ، ميلانو اليوم ولينا نسيروا لها 3 رحلات في اليوم، باريس ولينا نسيروا لها 3 رحلات في اليوم. القاره الافريقيه مثلا اليوم نعطيك لاغوس في نيجيريا نمشيو لها مرتين في الاسبوع، وفتحنا خط واحد اخر لابوجا العاصمه الفيدراليه كما قلت قبيله من 4 ايام، ولينا نسير 3 رحلات في اليوم للبلاد نيجيريا. واخر نص عملناها 1 سبتمبر نوليو مرتين في اليوم على كازابلانكا. دونك اللي يفهم الاستراتيجي نتاع الطيران الامارات يقول انه اجلا او عاجلا تونس باش تولي زاد رحلتين. احنا توا عندنا رحله اسبوعيه. معناها سو بريبار للرحله الثانيه بدها تطلع بدينا نحضر. نعطيك انا مع يومين رحله، سامحني، رحله يوميه على خط تونس. يظهر لي اليوم احنا في المرحله الاخيره، يعني اليوم متعدينا الرحله يوميه بالبوينغ 777 اللي هي تهز فيما مجموع 364 راكب في اليوم في الرحله. 364 بالضبط راكب في النهار، موزعة كالآتي: 310 على الإيكونوميك، 42 على درجة رجال الأعمال، و12 على درجة الأولى.
وباي ذا واي معناتها احنا الشركه الوحيده في اللي تجيل تونس وفيها ثلاثه درجات على متن الطائره. دونك اذا كان اليوم نسير بي 777 ب 364 المرحله القادمه اللي هي ممكن في سنه ونص سنتين ممكن نتعداو الرحله الثانيه، ممكن تكون في سنتين ممكن تكون في اقل ممكن تكون في اكثر شويه. سا ديبوندرا دو ليفولوسيون معناتها دو ترافيك اللي موجود في الوقت الحاضر. سي وليد يقال ان سر النجاح نتاع طيران الامارات يرجع للدعم الاماراتي لدبيها، هذا صحيح؟ ما مدى صحه هذا القول؟ العديد من شركات الطيران المنافسه تحدثت في الموضوع هذا وقالت الشيء هذا، والجواب نتاع طيران الامارات كان دائما كالاتي: لي كونت نتاعنا سون بوبليي تو لي زون في السيت نتاعنا، موجودين اكسيسيبل للبوبليك، اي سون سيرتيفيي بار لي بلو غران كابيني دوديت اترافير لو مونت. دونك ما نراش وجهه معناتها صحيحه للافيرماسيون هذه. تبقى فما ناس بور جوستيفي ليشيك نتاعها كيما نقولوا احنا بمثلنا التونسي موجود اليوم على الجريده التونسيه كي خان الريحه قالت مسحوره. صعب صنعت كادو اللي خان الريحه قالت مسحوره ولا صاحب صنعت كادو. شركه الخطوط الجويه البريطانيه بريتش ويز خرجت عندها عام، هل الخروج نتاع بريتش ويز استنفعتوا شي تونس؟ لا استنفعنا دو مانيير انديريكت بما ان اون ريكوبيري معناتها البعض من الناس اللي كانوا يشتغلوا في الخطوط البريطانيه. سينو ما نجموش نستنفعوا معناتها بما انه الخطوط البريطانيه معظم الترافيك بتاعها معناتها كان من تونس لندن والا اوروبا بصفه عامه، واحنا معناتها مالوروزمون السيتياسيون جيوغرافيك بتاع تونس ما تخليش انه العديد من الركاب ياخذوا طيران الامارات باش يمشيوا لاوروبا. دونك اكثر الوجهات اللي يمشيوا لها من تونس الخليج افريقيا الفاريست جنوب شرق اسيا واستراليا والوجهات اللي الشيرة الشرقية للكرة الأرضية أكثر منه توجه الأوروبا. دونك الإمباكت ماهوش كبير برشا، وهذا يجعلني نعرج على السؤال بتاعك اللي باش تحكي اللي باش تقولي عليه بعد، هو الأوبن سكاي. أنا يظهر لي اليوم معناتها إذا كان نحبوا اتفاقيه السماوات المفتوحه اللي هي معناتها باش نبسطها للمستمع اش معناتها السماوات المفتوحه بطريقه بسيطه جدا، هو انه اي شركه طيران من اي بلاد تنجم تدخل للمارشي بتاع الخط بتاع تونس، نجم مثلا موجود والعكس صحيح بطبيعه الحال. مثلا اليوم من مطار دبي من عام 85 من نهار اللي طيران الامارات توجد مطار مفتوح، اي شركه طيران تحب تدخل لدبي في امكانها انها تدخل. نعطيك رقم، فما اكثر من 120 شركه طيران تنزل في مطار دبي اليوم، والمنافسه هذه ما خلتناش احنا نموتوا، بالعكس خلتنا احنا نحيوا ونكبروا. والمنافسة بالنسبة لينا هو لو موتور نتاع الديفلوبمون، هو لو موتور نتاع انك تعيش، على عكس ما يظنوا العديد من الناس انه المنافسة هي الموتور نتاع انك تقتل. نذكر نعطي اكزامبل بركة في تونس عام 98 وقت اللي تخلقت جي اس ان، كان يلزمك اشهر من الانتظار ومعارف وواسطات، الوغ كو اليوم بلاش تفضل خذ تكلم.
واللي نولى الانسان عنده ثلاثة نوامر تليفون، واللي ما عندوش ثلاثة تليفونات عنده تليفون فيه دو بوس سيسني تروا بوس. دونك هذا مثال حي على المنافسة وشنو هو معناتها اللي تخليه في في المارشي. أسوام تكون في صالح المستهلك وتقوي الشركات، على عكس ما يظنوا العديد من الناس انها تنقص في الرونتابيليتي نتاع العديد من الشركات. لكن نحكيوا على اللوكال سكاي، نحكيوا على التعاقد، تو نعرف اللي برشا شركات عالميه قاعده تتعاقد ما بينها باش تلقى مصالح اقوى. اسكو اللي ما يتسعنيش هنية تعاقد مع شركات سواء في تونس او عالميا؟ هي d'abord c'est pas une décision اللي تتخذ في نيفو معناتها تاع لي ريبريزونطاسيون. اللي صرحوا به المديرين في طائرة الامارات على راسهم الرئيس مسيو تيم كلارك، وانه احنا ماناش باش ندخلوا في حتى اليونس. واحد من الاسباب انه كي تدخل في اليونس تفقد الانديبندونس تاعك، حرية القرار تاعك تفقدها. فالخيار هو أن نمشي احنا بنفسنا لجميع الوجهات. واليوم اليوم اي انسان موجود في اي نقطة في العالم اون نون ستوب يلقى روحه موجود في النقطة اللي حب يمشي لها عبر دبي. ما اكتفيناش باش نمشيو معناتها مطارات الكبار ولا المدن الكبار وقلنا نمشيو لهم ونطيروا فيهم، كيما مثلا نقولوا احنا لندن، كيما نقولوا احنا فرانكفورت، كيما نقولوا احنا باريس. لا، مشينا العديد النقاط في نفس البلاد. اليوم مثلا نمشيو تسعة نقاط في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم نمشيو لثلاثة نقاط في ايطاليا. اليوم نمشيو لثلاثة نقاط في فرنسا، نمشيو ثمانية نقاط في المملكة المتحدة جراند بريتانيا. اليوم معناتها ما نمشيوش كان للمطارات الكبار باش نمشيو حتى للمطارات صغار. اليوم انسان موجود في فينيسيا البندقية برحلة فقط ينجم يوصل اي مكان في العالم. تصور انت موجود انسان موجود في فينيسيا يحب يمشي لأديلايد في أستراليا، رحلة فقط دبي، من دبي إلى أديلايد في أستراليا. يمشي لسان بيترسبورغ في روسيا. يجم يمشي العديد من النقاط. لي كومبينيزون معناتها دو بير دو سيتي، معناتها لي بير لي دو بير ما بين، عطيت انا مثال البندقية واديلايد، كما نجم نعطي نيس باش يمشي لبيرث، والا ليون باش يمشي لبانكوك، باش يمشي لسنغافور، ولا باش يمشي لبوكيت في تايلاند. هذو كلهم امكانيات موفرة لجميع الركاب في العالم كله تقريبا. هذا اللي خلينا نحكي مع دبي، ان هي همسة الوصل. همزة توصل معناتها ما بين الناس في العالم. مجتمع على دبي، دبي ولات البينوم نتاع الإمارات. كي نحكيو على الإمارات نحكيو على دبي، كي نحكيو على دبي نحكيو على الإمارات. نحب نعرف العلاقة، شكون اللي يستغل في الآخر في اسم الآخر، معناها بتفسير آخر، اسكو الإمارات تخدم باسم دبي أو دبي تستعمل في الإمارات باش يقوى اسمها. هو هي استراتيجية معناتها متكاملة. انه اذا كان تاخذ الاميريتس باش تمشي لدبي، النجاح الاولى مرتبط بالثانيه، ما فماش واحد مستغل الاخر. معناتها هي علاقه تكامل. ماناش معناتها كي باش نعملوا رحله ماناش باش نهبطوا في الهواء، لازم يكون ان بوان دو راتاشمون. البوان دو راتاشمون هذايا بالنسبه للطياره الامارات هو دبي، والاثنين ماو وكبروا مع بعضهم. نجم نقول c'est une relation gagnant gagnant. الاثنين ربحين وما فماش حتى واحد رابح بالنسبه للاخر. تنميه الموارد البشريه، اليوم احنا اكثر من 20 شخص في مكتب تونس،
وكله كافيهات تونسي من اعلى الهرم الى اخر الهرم كلنا كافيهات تونسي. هذا واحد دونك على مستوى التشغيل. وكما نجم نفرح انا نقول في 3 سنين اللي فاتت افيك لا كريز سوسيال اللي تعرفها تونس ما صغرناش في ليكيب, بالعكس كبرنا في ليكيب. و انا معناتها خديت المحطه من 1 ابريل 2013 دونك عندي تقريبا 18 شهر تو. عملت ريكروتمون تاع 8 اشخاص ومازال واللي يحب يدخل طيران الامارات ولا عنده امبيسيون باش نهار يكون في شركه عالميه كطيران الامارات, نصيحتي يقرا الانجليزيه وينفتح على العالم. نجم نقول اللي لاقين ديفيكولتي كبيره باش نلقاو ناس, لانه ما فماش برشا ناس تتكلم انجليزيه, وهذا معناتها عائق كبير بالنسبه للجان اللي يحبوا يدخلوا. تمنيت معناتها ناخذ اكثر عباد لكن باقي نلقى هالعائق هذا. دونك نصيحتي لكم اللي تتفرجوا فيا اقراوا اللغه الانجليزيه ودوني ا لا لانغ انجليز اي ا توت لي زوتر لانغ لامبورطانس اللي يلزمها تكون كو سوسوا وقت القرايه بتاعكم في الليسي والا في الفاك والا بعد ما تكملوا الكورسوس يونيفرسيتير تاعكم. هذا اللي اعطتني على نسبه للموارد البشريه. بالنسبه للناحيه الاقتصاديه اليوم كان نرجع نعمل مقارنه ما بين الوضعيه اللي كانت عليها العديد من الشركات قبل ما تدخل طيران الامارات لتونس واليوم, نلقى العشرات من الشركات استنفعت من وجود طيران الامارات في تونس. رجال اعمال ولات تمشي وتجي وربطت علاقات اقتصاديه ما بين شركات في الخليج وشركات في تونس, ومش كان في الخليج, في مناطق عديده من العالم. معنا حرفاء معناتها تصدر نو هاو معناتها المعرفه التونسيه. عندنا شركات تصدر سلع تونسيه اللي عمرها ما كانت موجوده في الخليج العربي. اليوم تحوس في كارفور في دبي ولا في الشارقه ولا في اي مكان في الخليج تلقى الخوخ التونسي وتلقى الهندي التونسي وتلقى التوانسه يشتغلوا غادي. دونك معناتها من جميع النواحي نتصور كانت بينيفيك من الناحيه التونسيه, كيف زاد رجال الاعمال من العالم وكل من العالم. انا معناتها كل يوم تجيني الوجهات اللي الحرفاء خذاوهم في الرحله, نلقى بال 50 و60 ديستيناسيون على الرحله الواحده من الغرب للشرق يعني هذا خلى لاكسي فاسيل لتونس ومن تونس. وانا معناتها نرجع لنوفمبر 2006 وقت اللي افتتحنا الخط وجاء الشيخ احمد بن سعيد المكتوم لتونس, وكان واحد من الصحفيين ساله قال له كيفاش تشغل انت خط معناتها 240 بلاصه, كيفاش باش يكون معناتها كيفاش باش تعبيه؟ اول حاجه قال له معناتها احنا وقت اللي ندخلوا على مارشي وتكون الحصه مثال 2000 راكب في الاسبوع نردوا 10000 ونردوا 15000 ونردوا 20000. وذاك علاش كما قلت لك قبيله تتعدى الرحلات من اسبوعيه الى اكبر الى اكبر الى اكبر الى 2 في الاسبوع, يوميا الى 2 في اليوم الى 3 في اليوم وممكن اكثر. هذا النجاح فين؟ النجاح في انك تخلي الناس تنجم تمشي وتجي وشركات تتصل ببعضها, وزاد عدد السياح اللي متوافد على تونس. نجم نقول لك اللي عملنا معناتها بلوزيور كومباني دو بروموسيون دو لا ديستيناسيون تونيزي في دي مارشي لوانتان كيما في كوريا كيما في تايوان كيما في جابون. وهذا كل ما كانش يكون ممكن لو كان طيران الامارات ما كانتش موجوده. شنو تستناو توا من تونس؟
احنا الحقيقة نستناو معناتها استقرار، وهذا اللي يخلي معناتها المواطن التونسي يفكر انه يسافر. العديد الاسباب، معناتها اليوم كي تجي تشوف تجي تسال الناس اللي راكبة الطيارة لشنو لواش مسافرة، فما اللي ماشي فواياج دو نوس، فما اللي ماشي يزور اهله كما قلت لك انا، بما انه عدد التوانسة كثر في الخ يقولوا 25 ألف، وقت اللي احنا كيف بدينا عام 2006 كنا ما اقل من 10 ألاف، كنا في تحالف في حدود 8 ألاف، معناتها في ظرف 8 سنين العدد اتريبلي. دونك الناس تمشي تزور اولادها اللي موجوده غادي، فما ناس تمشي تزور باتها في العالم معناتها، فما ناس تمشي تعمل اعمال، وفما ناس تمشي تعمل بروسبكسيون. ناخذ الصفه الاولانيه، معناتها الناس اللي باش تمشي تحوس، نعرف الناس الكل انه في وقت صعيب، وقت انسرتان، لو بريمي بوست دو بيدجي اللي لي ميناج يقصوه هو لو بوست الوزير. كوم معناتها اون دي ريزون اللي تخلي الانسان يسافر هو الوزير، اذا كان يعمل كوب في البيدجي الوزير بيان سور ماهوش باش يسافر. دونك شوفوا الامباكت انديريكت اللي نجم يصير. دونك هذاك علاش نقول انا استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي من كل النواحي يخلي معناتها toutes les affaires sont florissantes en fait. قاعد باش نحكيوا على الكونكورونس سي وليد، كلمة الكونكورونس مع الاوبن سكاي، كيفاش الإماراتية تحضر في روحها للكونكورونس كيفاش نقولوها معناتها؟ منافسة منافسة احنا معناتها هي بالبخي اسكو خاطر سمعنا اللي هي اخر حاجه تخمم فيها البخي. انا بحكم معناتها بحكم الموقع نتاعي الحالي والموقع نتاعي اللي كنت قبل نذكر اللي انا كيف بديت لهنا في 2006 بديت المدير التجاري، لان كنت نسوق في الـ في الـ في الـ العمليات التجاريه كل. اخر حاجه نخمم فيها هو نعمل كونكورنس بالسوق. دايور معناتها عمرك ما باش تلقى طيران الامارات السعر نتاعها ارخص من المنافسين نتاعها، دونك ما نعملو اون في با دو كونكورونس با لو بري. احنا كيف ندخلوا المارشي ندخلوا واثقين من رواحنا، واثقين من البرودوي نتاعنا، واثقين من الامكانيات نتاع الشبان والشبات اللي يشتغلوا في طيران الامارات، واثقين في البرودوي نتاعنا. البرودوي معناتها يخلي انه الحريف يختارك من ضمن عشرات شركات الطيران. واذا كان اليوم نوصل نهزوا بال 35، وصلنا هزينا 35 مليون عبد في السنه الفارطه، مش على خاطر عملنا منافسه بالسعر. اليوم عندنا اسطول من احدث الاساطيل في الميدان، عندنا طيارات من ارفع تراس، عن الطيارات اللي الانسان كيف يطلع في الطياره وتوصل الطياره للوجهه ما عادش يحب يهبط من الطياره، ما عادش صراحه ما عادش يحب يهبط من الطياره، تلمو مرتاح تلمو بروجرام دو ديفيرتيسمون معناتها يخليه مشدود للفيلم اللي هو بدا يتفرج فيه، للغنايه اللي قاعد يسمع فيها، للديسان انيمي، للقران اللي قاعد يسمع فيه، اي حاجه. حكينا على الايس شويز. نعطي جوستومون سيستيم الترفيه هذا اللي نسميه احنا ايس اي بور دير انفورميشن انفورماسيون سي كوميونيكيشن كوميونيكاسيون و او انترتينمنت معناتها ترفيه. فيه اكثر من 1200 قناه، يعني الانسان كلكو سوا الذوق نتاعو، كلكو سوا لوخته، كلكو سوا الشيء اللي يحب يتفرج فيه يلقاه، كلكو سوا الشيء اللي يحب يسمعه يلقاه، كلكو سوا معناتها المعلومه اللي يحب يتحصل عليها يلقاها، لانه فما لايف نيوز في كي ديفيل على طول الرحله.
اكثر من هذا مثلا من الحاجات اللي موجوده عند في الطيارات نتاع طيران الامارات لما تطلع تشغل الهاتف الجوال بتاعك وتنجم الناس يتصلوا بيك عن طريق سيستم لايرو موبايل. دونك الانفستيسمون تاع طيران الامارات كبار في كل ما يخلي الحريف يحس بروحه مرتاح وهو ماخذ الخط بتاعه. سي وليد فما باش نخدم احنا فما مثال يقول باش تكون مليونير يسوفي تكون ملياردير وتحل الكومبانية غير. هو مثال ينطبق على بعض رجال الاعمال اللي يعملوا انفستيسمون في شركة طيران ومن بعد يكونوا ملياردير ويوليوا مليونير. علاش؟ لانه يخسروا برشا فلوس. ما اوروزمون بور طيران الامارات والحمد لله معناتها كما قلت في الاول هي قصة نجاح. طيران الامارات هي قصة نجاح وانا فخور جدا اللي الحقيقة معناتها نشتغل في طيران الامارات. اشتغلت بصفة شخصية نحكي حتى 30 ثانية على نفسي معناتها اشتغلت في 2 من احسن شركات طيران في العالم ونجم نقول اليوم معناتها طيران الامارات تتفوق على العديد من شركات الطيران الموجوده في العالم. واذا كانك معناتها تربح الفلوس على عكس المثال اللي كنت تقول فيه ما توليش مليونير تولي ارشي ملياردير. وذاك اليوم معناتها نجم نقول لو كان جاو ديزانفستيسور معناتها اشخاص طبيعيين راهم ولاو ارشي ملياردير يعني ما خسروش بل بالعكس. يعطيك الصحة سي وليد. سمعني انا برك سي وليد قبيله حكيت انت على المنافسة قلت ما ندخلوش في المنافسة مباشرة في حكاية السوم والبيع. قلت ندخلوا في المنافسة في الخدمات. انت لان بعد ما كملتش في المنافسة خاصة في مش في كل منافسة باش نقول جودة الخدمات الموجودة في الطيارة. اللي هي الفرق بين الدرجات وكل هذيك كملها. الوغ بالنسبه لنا احنا معناتها ديجا كيف نشوفوا معظم رحلات الطائره اللي مرات فما فريمون وجهات قليل 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 في العالم اللي ما عندهمش 3 درجات. ديجا هذا فرق ما بيننا وما بين العديد من شركات الطيران في العالم لانه التوجه في العالم من منتصف التسعينات التوجه هو انه شركات الطيران تعمل اون بيزنس كلاس اميليوري كي بلوز او موان او ميم نيفو كو لا فيرست اكثر شويه من البزنس وقل شويه من الفيرست. علاش؟ للضغط على المصاريف. طيران الامارات التوجه نتاعها كان العكس هو انه نخلق اللوكس نخلق درجه فريمون ابار اللي هي الفيرست كلاس ودرجه تاع رجال الاعمال البزنس كلاس والدرجه السياحيه. اليوم مثلا في الدرجه الاولى فرش طلع ترقد يحطوا لك جرايه خفيفه تقريبا هكا الخشن نتاعها امتيما انجيفي نسميوه وخطا من كويت سيرفيس على كارت معناتها تختار انت الفطور نتاعك شنو انت تكون وانت تختار الوقت اللي تحب تتعشى فيه لانه مثلا على دماغ معناتها الانسان يجب يقول انا توا طالع نحب تو سويت نتعشى ومن بعد بقيه الرحله نحب نرقد باش كيف نوصل للوجهه تاعي نكون مرتاح. اكثر من هذا معناتها احنا شركه الطيران الوحيده اللي عندنا شاور سبا في الطياره. معناتها نجم تعمل دوش في الطياره وانت على ارتفاع 40,000 قدم ما يعادل تقريب 33 كيلومتر. ايماجيني كيما من هنا الجرومباليا هذاك هو الارتفاع معناتها تاع الطياره وانت تعمل في دوش معناتها نزل 5 نجوم تنفخ في الهواء. الخدمات ماهيش كاين في الطياره الخدمات في الارض كذلك. عندنا اكثر من 20 وجهه في العالم. عندنا الصالون تاعنا احنا شخصي تاع اميريتس
إميريتس هي اللي بناته، هي اللي زوقته، هي اللي عملت التزويق بتاعه وكذا لراحة المسافرين بتاعنا. أكثر من هذا نزيدك، أكثر من هذا الركاب بتاعنا في الإمارات وفي العديد من الوجهات في العالم، لما يوصل للوجهة بتاعه وهو في مسافر في الدرجة درجة رجال الأعمال وإلى الدرجة الأولى، فما شوفور يستناه يوصله ويجيبه من الوجهة بتاعه، يعني يجيه للدار يهزه للمطار، وقت اللي يروح نفس الشيء. اي دونك معناتها هذا معناتها هذا شويه من برشا اليوم معناتها هذا هو اللي تنجم تنافس به المنافسين، نجم نقول شرسين، لكن اللي تنجم تنافس به معناتها المنافسين اللي موجود في العالم، وما يخفاش معناتها بالنسبه للناس اللي تشتغل، لأنه فما عديد من شركات الطيران تقول اليوم أنا نحب نوصل لمستوى طيران الإمارات في جودة الخدمات باش نضاهيها باش ننافسها باش نجم ناخذ البعض من الحرفة نتاعها، وإلا على الأقل إذا كان ما نخش الحرفة نتاعها نخلي الحرفة نتاعي يقعدوا باقي يسافروا معي. نرجع حاجة أخرى بربي ما كملتش قبيلة على الليزاليونس. دونك احنا خيارنا كان انه نكون وحدنا. فقط نضيف انه ابتداء من 1 ابريل 2014 السنه الفارطه عملنا اليونس مع كوانتس الشركه الاستراليه اللي ولات تخليت على الخطوط نتاعها اللي كانت تسيرها اوروبا بخلاف لندن، معناتها تخليت على الرحلات نتاعها لكل اوروبا وتخليت على الهاب اللي كانت تمشي له في سنغافورة، ولا الهاب نتاعها دبي، ولات تجيب طيارات نتاعها دبي وتاخذ طيران الامارات للتوجه الى العالم. كما قلت لك بخلاف لندن خليت كوانتس ملبورن دبي لندن، وخليت سيدني دبي لندن، الباقي الكل يجيو من سيدني ولا يجيو من ملبورن ويسيروا للعالم عن طريق طيران الإمارات. واحنا كيف بطبيعة الحال ناخذ الركاب من العالم ونهبطهم في 5 وجهات اللي نمشيو لها في أستراليا، ويكملوا معناتها إذا كان عندهم وجهات الانتيريور دو الأسترالي ولا في الأوسيان باسيفيك عن طريق كونتس. هذه الاكسبسيون الوحيدة اللي عملناها، ما دخلناش في واحدة من الليزاليونس الثلاثة اللي موجودين. أنا ذاك الليزاليونس معناتها وقتاش تضطر شركة، مثلا أي شركة، أنها باش تعمل تحالفات كما مع كونتاس، معناتها باش تخلى على الوجهات، باش تخلى على وجهات معينة. كما نقول لك، أنا نقول لك مثلا ليليني في الأوروب أبار لندن، معناتها بالنسبة لهي معاش رنتابل. سيرتينمون هي واحدة من لي ريزون، واحنا نقراو شوية معناتها في الصحافة المختصة انه مثلا واحدة كيما كونتاس عندها برشا صعوبات مالية والعديد من لي بلان دو ريدريسمون ومئات لو كان ما نقولش أكثر من 1000 من البيرسونيل اللي قرروا باش يتخلاو عليهم. واحدة من لي ريزون كي بو اكسبليكي انه قرروا انهم يتخلاو على الوجهات اللي سيروها اوروبا ويجيو في التحالف معناتها ثنائي مع طيران الامارات. اكثر من هكا معناتها عندنا كيلكو كوتشير مع بعض شركات طيران، على سبيل المثال مع ساوث افريكا نيرويز على الخطوط الموجوده ما بين دبي وجنوب افريقيا، بعض الخطوط الاخرى، لكن مش ندخلوا في اليونس في الوقت الحاضر ماهوش مطلوب.